بكت كدما يا ابن عم الحسين دموع مدامع شيعتك السافحة ولا برحت هاطلات العيون. حياك شيخ. تحييك غادية رائحة سيدي لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة رما من القصر إذا وثقوك فهل سلمت فيك من جارحة وجر سحبت بأسواقهم فهل سلمت فيك من جارحا أتقضي لم تبكي كالباكيات أما لك في المصر من نائحة لئن تقضي نحبا فكم في زرود عليك العشية من صائحة وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة يعززها يعززها السبط في حجره لتبقى إلى قربه فارحة فأوجعها قلبها بالأسى وحسيت بنكبتها الفادحة
ونادت قلبي كسرت يا غريب يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بكفك علي في زرود وصل النبوي إلى الحسين بمقتل مسلم ابن عقيل وهان ابن عروة فاشتد البكاء استرجع الحسين وترحم عليهما مرارا وبكى الحسين وبكى رجال الحسين وبكى النساء. في تعبير السيد عبد الرزاق المقرم عليه الرحمة في مقتله يقول كثر الصراخ عند النساء على مسلم. وفي بعض المقاتل قام الحسين إلى نحو الخبا يتفقد النساء إلى أن وصل إلى طفلة إلى مسلم بن عقيل قيل تسمى حميدة وعمرها 11 سنة وقيل تسمى عاتكة وعمرها 7 سنوات وهي التي سحقتها حوافر الخيل حين الهجوم على المخيم. وصل إلى الطفلة أخذها إليه وضعها في حجره يعززها ويمسح على ناصيتها فأحست بالجار ونادت قلبي كسرت يا غريب يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بكفك علي ويلي تمسح على راسي ودمع العين همال جن يتيمة كافي الله من هلا ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي خدودي جرية بمسحك على راسي تركت القلب ذايب هذا يا عم من علامات المص قلبي تروح ذخو قلبي تروح ذبويا بسفر غايب طوال الغيب يعود الله بعجل ضمها للصدر والدمع يجري بالخدود وقالها يا بنتي والدك ما ظنت شهقت وصفجت بيدها والدمع مبدود وصاحت يا بويا لا تفاول بالمنية
سافر عساه يعود لي بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلام شنو سمعت عن والدي حلو الجامع قالها يا بنتي غيبت عنك بطية أنا اللي جاني الخبر عن حال مسلم مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمارة الإمارة ذاب بينا وبالحبل في الأسواق جسمه يسحبون وراس المشكر راح للطاغي هدية إنا لله وإنا إليه راجعون صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي بيك اش بيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك لو كان بيدي كان افت قلبي هنا بسألك سؤال هنا بسألك سؤال هذه اللي تقولي لمسلم أنا مستحية منك خجلانة منك يقودونك إلى الذبح وأنا ما أقدر أسوي شيء تقول له سامحني سامحني صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي بيك صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي بيك اش بيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك لو كان بيدي كان فت قلبي ود كان اسلمت من كيدهم سلم قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامه أوصيت كان بهالبلد طبوا يتامه قولي لهم مسلم يبلغكم واجرج على الله والنبي سيد الكون تجيكم يا طوعة مخدرة حدر على كور شني أراها بهالسكك بيتام هالدور حسرة بلا ساتر وراس حسين تقول له مستحية منك أنا مرأة وضعيفة ما أقدر أحميك ما أقدر أمشي وياك واستنقذك أسألك سؤال طوعة وهي تعتذر بقلبها إلى مسلم ملطومة طوعة أحد عاصرنها بين الباب والجدار أحد كسر أضلاعها أحد هجم دارها وضربها بالسياط على عضدها طلعت خلف أمير المؤمنين لو ما طلعت طلعت تستنقذ علي أو لا طلعت تستنقذ أمير المؤمنين
الصيح وبس عاينت حيدر ملبى بقايدينا واسمعت شبل الحسن يندبره غصب علي طلعت خوفي يذبحون وتتيتم اولادي عقب فارس الفرسان طلعت وياه طلعت وما رجعت الا بعلي ما رجعت الا بعلي ها وطلعت زينب من المخيم الدافع يولا يوم كربلاء يوم كربلاء طلعت وحاولت الدافع يولا تقول له يا شمر خال لأخويا حسين ساعة بود عنا وبمد للموت باع ما هو شمع مثل حلوة أطباع وذبحوه أمام عين زينب ذبحوا الحسين أمام ناظري زينب وصاحت يا رسول الله عزيزك بالثار معفر صاحت يا رسول الله عزيزك بالثار معفر يا جدي عفر خده وبناتك بين العسكر وطبت حومة الميدان بين الجثث تتعذر وشافته على الغبرة يحز ابن الخانة نحرة ودايس بالنعل صدرة لكن هذا المصرع لكن تلك البقعة لكن تلك الأرض التي ضمت ذلك الجسد المقطع التي ضمت ذلك الجسد المبضع بينما السبط بأهليه مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم منا ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحس فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل فدعا في رهطه يا قوم ما هذل قيل هذه كربلاء قال كرب قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقل حطوا على هالوادي وحطوا على هالوادي يا عزوتي ويا رجالي حطوا على حطوا على هالوادي وحطوا على يا عزوتي ويا رجالي حطوا على
سفير ده ما راح ينسى، ما راح ينسى دموعك، ما راح ينسى تفجعك الحسين أبد. يا قوم أنا أنشدكم وأنا خبي رسمها لك عندهم
الروايات المحتمله الصحيحه، من الروايات الصحيحه.